السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. nos concitoyens peut-être à force justement de tapage régulier quotidien quasiment de malfaisants, si je peux m'exprimer ainsi, ou des gens qui ont d'autres projets que des projets personnels et à qui ça fait du bien ou ça va dans leur intérêt d'être contre, même quand ça n'a pas de, je suis obligé d'intervenir parce que nous on joue pour nos supporters, nos supporters et nous-mêmes et notre peuple, nous sommes qu'un. Et il faudrait pas qu'il y ait des pseudo connaisseurs du football qui n'ont jamais mis la main à la pâte, à savoir qu'ils sont jamais rentrés à part avoir une carrière que eux-mêmes tous les jours nous rappellent que c'était une carrière brillante, mais que peut-être pas si brillante qu'ils ne le disent. Et ben que ces gens-là n'ont pas cet impact sur cette population et induisent en erreur à un certain moment le peuple. Donc là, à ce moment-là, j'interviens, mais je le ferai pas tout. السلام عليكم، أزول تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدنا الكرام في قناتكم، قناة أورون في نكزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. شفتوا أخوتي في البداية التصريح تاع جبل الماضي اللي عنده واحد الفايت أسبوع من الإدارة، ولكن ما كانش عندي الوقت وفات مولو الكرام، الناس نساته، ولكن أنا قسما بالله بليس دو دي جورا في راسي، ولكن ما كانش عندي الوقت باش نحكي عليك. تعرفوا ليك دي شامبيون ما حرز منا قصف منا الله. اليوم نحكي عليه، اليوم على من راح على عليلو وجماعته، راه قصة فيهم، قال لكم راكم تهرسوا في المنتخب الوطني وماكش باغينا النجاحات. هذا قصف يعاد، نعاود لكم التصريح اللي قاله، هو تصريح مباشر لعليلو، باسكو رد على هذا. شو رد؟ شو قال عليلو؟ مدرب في العالم يبدل ليكيب تاعو شاك فوا، زيدان دا 3 تشامبيونز ليغ افيك لي ميم جوار، صح؟ واليوم من ريال مدريد مازالها براتيكمون افيك لي ميم جوار. نعم، تاخذ ليفربول سي لي ميم جوار اللي يلعبوا، باسكو لوساتور تاع ليكيب ما تتغيرش، سينو تو لي صوب ما كانش من هذا. كان بزاف الناس ما يعرفوش كرة القدم ولا يتكلموا. قبيلا نزيد نقول واحد الكلمة باسكو توني هادي واي معني على جمال. انت قلت كاين اللي جماعة يقولوا يسون بور ريزولتا والاخرين وقيلا ضد لا مانيير دو جوي. هذه في حق اي واحد يمد رايه، في حق اي واحد يمد رايه يا جمال، مد رايه. فهمني وشنو؟ ما لازمش تحتم على الانسان، لازم تحترم الراي تاع الناس. سيرتو اللي يعرفوا كرة القدم، انا شفناهم الناس ما تعرفش واش كرة القدم. هنا راهي معني على ماجر، باردون، هنا راهي معني على جمال عليلو، راهي معني على حفيظ الراشي، امور راهي واضحه وضوح الشمس. دروك جمال قالها وضرب بالمعاني اليوم، ما بغاش يتيليكم كون ندوه صحفيه. واه نعاودو الشكل بجمال، نعاودو عادي باسكو راني شوني فاهمها، غاي خوتي فاهمهاكم. ها quotidien quasiment de malfaisants, si je peux m'exprimer ainsi, ou des gens qui ont d'autres projets que des projets personnels et à qui ça fait du bien ou ça va dans leur intérêt d'être contre, même quand ça n'a pas de, je suis obligé d'intervenir parce que nous on joue pour nos supporters. تضرب في الانتيري تاعها، ما قدهاش، ما عجبهاش الانتصارات تاع المنتخب الوطني الجزائري، قال لك اوبليجي انا ندخل نرد عليهم، ويطلق بالمعاني. قال لك واحد الناس اللي ماهمش عاجبهم ما عجبهمش الاستقرار تاع المنتخب الوطني، المنتخب راه في الطريق السعيدي، ولكن هادو توجور يكريتيكو بور كريتيكي، ما على طريقه اللعب تاعه. هو يعني على التصريحات الاخيره تاع جماعه اللي انتقدوا بولحي واللي انتقوا بن شيخ مهدر، ديك الهضره قال لك هم يقرعوا فيا نسقط في ايوه. قال لك انا بروجي تاعي راه مع لي سيبورتير، قال لك انا والشعب والسيبورتير رانا يد وحده. سمع نو سيبورتير نو ميم اي نو بوبل نو سوم كان
On a Et il ne faudrait kiff-kiff. pas créer des pseudo-connaisseurs du football qui n'ont jamais mis, qui n'ont jamais mis la main à la pâte, à savoir qu'ils sont. Les noms pseudo. Quel واحد الناس ناس واحد pseudo. هذه تاع pseudo. واعر اخوتي هذه شغل راه يضرب ضرب صحيح. ماشي زعق راه يضرب في ضرب صحيح خويا. لي pseudo قال لك هذوما لا علاقة تاعهم في الكورة. قال لهم عمرهم ما بينوا رواحهم ولا غير يعرفوا ها يكريتيكو كريتيكو. كمل شوف. Carrière. Que eux-mêmes tous les jours nous rappellent que c'était une carrière brillante, mais que peut-être pas si brillante qu'ils ne le disent. Et ben, pas dans ta carrière, à se faire voir ma chaîne. On va voir le quel est le quel. Oui, mais c'est moi qui ai besoin de ça. Puis Allah, j'ai besoin. Que ces gens-là n'ont pas cet impact sur cette population et induisent en erreur à un certain moment le peuple. Donc là, à ce moment-là, j'interviens, mais je le ferai pas, je le ferai pas, je le ferai pas tout. قالك نتدخل وما نطلقكمش قالك ما نعطيكمش شتوا وصلتوا لرواحكم يا رب العالي قلنا لكم مخطوكم يا سيدي يقولوا قولوا مليحه وصاي واش دخلكم درك باش يقدر نهضرنا معاك وقلنا لك بلي خطيك من بالماضي وجو لك ناسيونال درك هاك شوف تسمع ما لا يرضيك ها درك راه يقول لك بلي انت لا دخل لك في المنتخب قال لك انتم دي بسيدون كان والو انتم دي بسيدون هاكا غير عايشين في الحلم قال لك قال لك تحوسوا علينا وين نطيحوا الدقيقه اللي نطيحوا فيها علاه قال لك راك تبع فيا علاك تبع قال لك حنا والشعب رانا يد واحده قال لك انا الشعب راه معايا سي فري تعب ولادك راه جامل معاه مع الشعب الشعب راه الشعب ما شكون خرب في كل ساعه تخرب لهم غير بالماضي الشعب راه بالماضي راه حاجه انتو شعب عن الشعب ولا تقول كلمه راحت عليك وانت جمال ما مازال انت بن شيخ خويا دخل راك واش دخلك ضربته هذاك النهار قال لك الكوستيمات تاع العرس قال لك ديك قال لك ديك على اخوتي تاني قاسي سعيد يدخل روحه في الدين ديه أردت أن أربط، ألم يحن الوقت الآن لإدراج حارس نعطيه الفرصة كأساسي حتى يحمل المشعل من مبولحي لأنه خلاص مبولحي بدأ يكبر أم أنه ما زال عنده الوقت وما زال قادر يقدم وما زال قادر يلعب نهائيات كأس إفريقيا ونهائيات كأس العالم؟ شوف لو نتكلم على الإصابات محمد إصابات قلت باللي ماهوش راضي بيعطال لأنه يصيب كل مرة يصيب نعم ونعرفوا بالإصابة في المنتخبات العالمية كل حتى في الأندية نشوفوا نعم. إصابات نعم أنا ما لما نكون احتياطي على الموسم كامل ومن احتياطي ما نقول لعبت ما نقول ما لعبتش ولكن نحاول نحي مكان تاع عطار أو مكان تاع محرز أو إبراهيمي وهذا يعني مشروع عادي لما نتكلم عن مبولحي تتذكر محمد اللي 2014 لما ايلونزي كان موجود في الجزائر قال لك لعاب اللي ما يلعبش النادي تاعو ما استدعاش المنتخب الوطني ولكن استدعى مبولحي ومبولحي كان بدون فريق استغلوها فرنسا نعم لما تلعب في بطوله عالميه كما فرنسا وتلعب في السعوديه نظن باللي يعني لافونتاج ياخذها جا ويلعب في فرنسا نعم لا اوكي جا ولا خاوي شتو في دوري فرنسي فرنسي ودوري قوي نعم انا نحي الحارس رقم واحد من هو الحارس الذي تراه مؤهل انا نحي الحارس رقم واحد من هو الحارس الذي تراه مؤهلا لمنافسه مبولحي واخذ منصبه شوف اليوم عندنا زوج حراس لاباس بهم كي اوكوجا كعز الدوخه نعم الفرق بينهم واحد يلعب في السعوديه وواحد يلعب في الدوري فرنسي فرنسي ودوري قوي نعم قال لك لاعب لنا اوكي جو خطينا من بولهي علاه بولهي شاد لكم يا رب قلعتوه ذاك العام مع ماجر ما قلعتوش مع ماجر ذاك العام وقلتوا شاو شي احسن حارس في افريقيا حافظوا ردوها على جمال اللي استطعتم هون راكم مخطبكم بابا تسمعوا توجو تسمعوا ما لا يرضيكم جمال قال لكم خطونا خطونا قال لكم انتوما وصاحب حاجه اللي مدوختني خاوتي معايا ودي تيرياكم كوستيما تاع العرس كوستيما تاع ديك ومازال تردوا خاوتي لا سيدي احكوا على الفاسة تاع الكرة الجزائرية بزاف نحتاجكم تحكوا على الفاسة تاع الكرة الجزائرية فاسة تاع الكرة الجزائرية احكوا انا معاكم بندور لكم سوتيا بصح باش تحكوا على هادي وضربوا لا دوك بالماضي راه انتو شاب حاجة انتو شاب عند الشعب الجزائري انتو ما غادي تسمعوا ما لا غادي تسمعوا تعليقات الناس طيح لكم الناس تدير لكم علاه
انتوما 82 وقعدوا 82، انتوما غايتكم هاد الجيل اللي غادي يقتل 82، هاد الجيل قتل 82، نسات 82، صاي تسبريميتهم من الاسوار تاع الجزائر. صاي انا تفرجتكم، كنت قاسي ساعد، كنت جرون جوان، نكذب عليك كنت لاعب كبير. علينو انا ما تفرجتش بزاف باسكو علينو ما لعبش بزاف في كيموسون، علينو كنقول كلام سي الهراش، انا ما على بالش، انا بلومي قندوز قريشي لعصاد لفرقاني بنساورة، هادو وين تفرجتهم ونفتخر اللي تفرجتهم. بس انتم قلنا لكم ها بنساورة على راه دارك، بن شعبان على راه دارك، مرزقان مرزقان قال لك سي بون سي بون، بلومي يشكر نورمال، بنساورة راه دارك، غير انتم تاع ما ندخلوش احنا في الجهوية، احنا خاطينا الجهوية الناس، ناس كونكم واقعيين. دوك حدا جاكم مدرب لاعبين كبار مفرحين مفرحين الشعب، خلوهم يخدموا اليز، علاش تدخلوا في واحد التحاليل اللي توصلوا رواحكم الامور تافهه، توصلوا رواحكم الهضره ويتيري فيكم. وهذا جا ما كلشي راه يسمعه، كلشي راهم يدوه له، باسكو نتوما راكم ديزين ميد فيديراليه، راكم طايحين على زاتشي، وجماعه زاتشي راهم يدوا الهضره للجمال، ما تعطوهاش لوكازيون، ما تخليش زاتشي يستشفى فيكم والشعب. خطينا قعدوا في الفساد الرياضي، قعدوا قال لكم انا ما داير ساي، قال لكم غير ما كان تقرعوا لي في المعاج باسكو تيريكم. هذه يا خوتي فهمناكم مع التصريح هذا تاع جمال الماضي، تحيه لكم اون تو ديف لاجيري، وفي مزيد في الفيديوهات عندنا اليوم الفيديو بزاف ان شاء الله، مرحبا بكم.